طبعا منذ الزيارة الأخيرة للوفد العماني والوفد السعودي ما تزال الأحداث تراوح حيث كانت، ما يزال الملف الاقتصادي محتقر، لم تحل، يعني لم يحل أي ملف فرعي فيه، لا موضوع المرتبات ولا المواضيع الاقتصادية الأخرى. موضوع إغلاق الطرقات ما تزال مغلقة. موانئ النفط والتوقف تصدير النفط ومشتقاته ما يزال موقوفا. هناك جبهات فيها خروقات عدة، على الأقل في حدود 6 إلى 7 جبهات عسكرية. إذن بالنظر إلى إلى هذا الواقع المعقد، ليس هناك أي انفراجات أو أي تقدم. طيب، ما هي الفائدة التي تحملها هذه الوساطة؟ ما هي أوراق الضغط الذي نستطيع القول أن تضغط على جماعة الحوثي أو تستخرج منهم أي اتفاقات بضمانة؟ يعني يبدو أن هناك تعويل كبير بعد إنجاز عملية إنقاذ البيئة البحرية ونقل النفط من صافر إلى السفينة الجديدة. تشعر الأمم المتحدة ويشعر المبعوثين سواء كان مبعوث الأمم المتحدة أو المبعوث الأمريكي بأن هناك إنجاز حدث، وهو نقل النفط من خزان صافر إلى السفينة الجديدة نوتيكا، ويعتبرون أن هذه العملية إنجاز كبير حققه المجتمع الدولي، ويعتبرون أيضا أن التسهيلات اللوجستية التي حدثت لإنجاز هذه المهمة أيضا اختراق مهم، بعد أن كان الحوثيون يتعنتون ويقفون حائلا أمام هذه المهمة. الإحالة على هذا الإنجاز، ما يعتبروه إنجازا، وهو ليس إنجاز كامل لأن له مشكلات أخرى سأتحدث عنها في سياق الحديث، ما يعتبر إنجازا حقق دافع أو شكل دافع جديد وحيوية جديدة في المسار الدبلوماسي لدى المجتمع الدولي على مستوى المبعوث الأمريكي والمبعوث الأممي. وهناك تحركات إقليمية ودولية مهمة بهذا الاتجاه. لكن في المقابل، يعني جماعة الحوثي الآن تصرح عبر يعني المتحدث الرسمي لها بأن الرباعية التي سميت الرباعية العربية وأيضا مشترك مع بريطانيا، يعني هي السبب في عرقلة المسار السلمي كما يقال للقضية أو الملف اليمني. في ظل هذه التصريحات المتشددة من جماعة الحوثي، يعني ما الفائدة من تقديم مثل هذه الوساطات؟ وكيف استطاع المجتمع الدولي أن يحكم بأن هناك تقدم فقط على ما تم في البحر أن يحصل ذلك في البر؟ أصلا تهديدات الحوثية هي تهديدات لابتزاز المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، تهديدات موجهة للمملكة العربية السعودية، وتهديدات موجهة للمجتمع الدولي عبر تهديد المياه الدولية ومسار أو طرق التجارة البحرية، وخاصة بعد أن تحرك الأسطول الخامس عززت الولايات المتحدة الأمريكية أسطولها الخامس في المنطقة، وعززته بالعتاد وبالجنود وبإمكانات كبيرة من أجل تأمين طرق التجارة في مضيق هرمز وفي بحر العرب وفي باب المندب. الحوثيون استغلوا هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه طبعا موجه لإيران بالتأكيد، يعني لحماية الطرق الدولية من الابتزازات الإيرانية ومن التهديدات الإيرانية في هذه التحركات الأمريكية. أيضا زعيم هذه الجماعة يقول سنتعامل مع القوات الأمريكية الموجودة في الساحل ونرفض وجود وتواجد هذه القوات في السواحل اليمنية. كيف تقرأ أنت مثل هذه التصريحات، وكيف يعني برأيك سيقرأ الأمريكان مثل هذه التصريحات؟ هو ابتزاز، هم يعرفون جميعا أنه ابتزاز، سواء التهديد الموجه للمملكة العربية السعودية أو التهديد الموجه إلى الولايات المتحدة.
ولأنهم يعرفون أن الميليشيا الحوثية هي تابعة، هي ميليشيا تابعة لإيران وأنها تخدم التوجه الإيراني، فهم يعرفون أن هذه التصريحات هي صادرة من إيران قبل أن تكون صادرة من الميليشيا الحوثية. ومع ذلك كان هناك صفقة غامضة بين الولايات المتحدة وإيران نتج عنها الإفراج عن 11 مليار من الأموال الإيرانية المحتجزة والإفراج المتبادل عن سجناء، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60% وأشياء أخرى. أعتقد أن هذه الصفقة الغامضة أيضا كان لها أسباب لا تتعلق باليمن فقط بل بالوضع الأمريكي أو بالسباق الأمريكي الأمني الإيراني في سوريا وفي شرق سوريا. طيب. وفي غرب العراق وفي لبنان.